بعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنستعرض في محاورها عودة الاستقرار لعموم مناطق المملكة وأيضا زخات متوقعة من الأمطار على المرتفعات الجنوبية الغربية خلال ساعات ظهيرة وعصر يوم الأحد، وأيضا استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على غرب منطقة الرياض وأيضا أجزاء من منطقة الطائف. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم السبت، حيث يلاحظ حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المنطقة الشرقية والوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية، حيث تكاثرت الغيوم الركامية وأيضا الغيوم متوسطة الارتفاع وهطلت زخات متفرقة من الأمطار في تلك المناطق شملت العاصمة الرياض، في حين استقر الطقس وساد طقس صافي في باقي مناطق المملكة. بالانتقال الآن إلى خرائط توزيع الرياح المتوقعة خلال يوم الأحد، يلاحظ نشاط في سرعة الرياح الغربية على منطقة غرب منطقة الرياض وأيضا السفوح الشرقية من المنطقة الجنوبية الغربية تشمل شرق منطقة الطائف وأيضا شرق منطقة الباحة وشرق منطقة عسير، حيث تعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار وبالتالي تدني الرؤية الأفقية، وبالتالي ينبه الإخوة السائقين مستعملي الطرقات في تلك المناطق بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر. والآن ننتقل إلى خرائط درجات الحرارة المتوقعة خلال بداية الأسبوع الحالي، حيث تبدأ كتلة هوائية معتدلة الحرارة تعبر أجواء شمال المملكة عفوا، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالحرارة المسجلة خلال يوم السبت. تنخفض درجات الحرارة في عموم المنطقة الشمالية أجزاء من المنطقة الوسطى وأيضا منطقة حفر الباطن، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها السنوية خلال يوم الأحد بإذن الله. يستمر هذا الطقس خلال يوم الاثنين، لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء تعود درجات الحرارة للارتفاع مجددا. بالانتقال الآن إلى التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة بإذن الله. يوم الأحد تفرق لبعض الغيوم، طقس صافي 30 درجة مئوية و19 درجة مئوية كحرارة دنيا. يوم الاثنين انخفاض قليل على درجات الحرارة 28 درجة مئوية كحرارة عظمى، 19 درجة مئوية كحرارة دنيا. يوم الثلاثاء أيضا طقس صافي 29 درجة مئوية كحرارة عظمى، 21 درجة مئوية كحرارة دنيا. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، نتمنى بداية أسبوع موفقة للجميع وإلى اللقاء.